مصابين في حوادث طرق دخلوا مستشفى الفلوجة نتيجة العاصفة الترابية في شرق الأنبار مع 81 حالة اختناق هذا اليوم. لو جهزة إلى حوادث 7 حوادث 6 يعني أنا حاليا اللي رأيته قدام عيني يعني أنا سعدنا هاي الإصابة 200 تصادم دراجة صار يعني وآثار الغبرة. نطالب الحكومة بالزرع الصحراء على شنو بقينها لحد هالساعة؟ لا أشجار لا ما يواصلها لا شيء، وها كلها بسبب صحراء، والشيء يجي من رب العالمين الحمد لله. مواطنو الأنبار طالبوا الجهات الصحية والزراعية الاهتمام بزيادة المساحات الخضراء وتعزيز المؤسسات الصحية في المناطق البعيدة عن مراكز المدن. من ساعات الصباح الأولى لحد هذه اللحظة عدد 23 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية، جميعها خرجت تحسن والحمد لله إلا حالة واحدة دخلت أرادها، والأعداد قابلة للزيادة بالساعات القليلة المقبلة. ومركز صحي ماكو بالتوزيع الجديد، احنا نطالب بالوزارة الصحة مركز صحي بركت يعني أقرب شيء علينا، لأن ماكو لا تصير الحالة بالليل يعني ماكو سير واحد يجيب المستشفى، واحنا نشكر الدكاترة والمضمدين والعاملين. إصابات طرق وحالات اختناق متزايدة مع توقعات استمرار العاصفة الترابية تتطلب استنفار حالة الطوارئ في المحافظة. من الأنبار محمد القيسي، زاكروس تيفي.